مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 12، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. وعنوان حلقتنا من الأقرب إلى الحلول. احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ ابن عثيمين قال كلمة محدود زي كلمة جسم، لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا، ووردت عن بعض الأئمة بالإنكار وعن بعض الأئمة بالإقرار. ونشوف الفيديو مع بعض تأكيد للكلام ده مع الشيخ ابن عثيمين، نشوف مع بعض. أما كلمة محدود فإنها كلمة كالجسم، لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا، وردت عن بعض الأئمة بالإنكار وعن بعض الأئمة بالإقرار. يعني أن بعض الأئمة قالوا إن الله محدود أو له حد، وبعضهم أنكر ذلك. والحقيقة أن الخلاف لفظي عند التحقيق، لأنه إن أريد بالحد أن شيئا يحد الله فهذا منتف قطعا، لأن ما فوق المخلوقات هو ما في شيء، ما في شيء، والله تعالى فوق المخلوقات. كلام ابن عثيمين ان لله حد اكده شيخ الاسلام ابن تيميه، وقال ان لله حد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد ايات الله، واستشهد كمان ببعض ايات من القران زي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت. وبعد كده شفنا الشيخ الاشاعره الدكتور نبيل الشريف بيقول ان الامام الشافعي قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه، المجسم من يثبت لله المكان. ونواصل النهاردة المعركة، معركة أين الله. طبعا الشيخ الفوزان والوهابية اللي بيقولوا إن السؤال أين الله جائز، وإن الرد على السؤال ده إن الله في السماء، يعني سؤال الرسول للجارية أين الله وجواب الجارية للرسول إن الله في السماء ده أصلا موجود في القرآن. ونشوف الشيخ الفوزان وهو بيأكد الكلام ده في الفيديو اللي جاي. الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه، في العلو فوق سماواته، مستو على عرشه. أين يكون مختلط بالعالم؟ هذا كفر. ليرى أن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله عن الاختلاط بالناس، ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات. يقول الله في كل مكان، نسأل الله العافية. نعم. وزي ما شفنا الشيخ الفوزان بيقول إن الله في إن الله في القرآن قال عن نفسه أأمنتم من في السماء، يعني يقول عن نفسه بنفسه إنه في السماء. فإزاي يجي واحد أشعاري ويقول إن اللي يقول إن الله في السماء ده بيكذب القرآن والرسول؟ وبيسأل الشيخ الفوزان لو الله ما كانش في السماء هيكون فين؟ هيكون مختلط بالعالم، لأن اللي بينكر إن الله في السماء مفيش حل تاني غير إن الله حال بالعالم، يعني حلولي يؤمن بحلول الله في خلقه، وهذا كفر والعياذ بالله على رأي الشيخ الفوزان. ونشوف مرة تانية أهم مقطعين من الفيديوهات اللي فاتت. الأشعري بيقول للوهابي أنت مجسم كافر، والوهابي بيقول للأشعري أنت حلولي كافر والعياذ بالله. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو المجسم الذي يثبت لله المكان؟ مجسم. شفنا الشيخ الأشعري بيقول للإمام الشافعي قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو المجسم الذي يثبت لله المكان؟ مجسم. ونشوف الفيديو اللي جاي وتكفير الشيخ الفوزان للأشعري. ليرى أن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله. وزي ما شفنا الشيخ الفوزان بيقول اللي يرى أن الله حال بالعالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله. ودلوقتي احنا عندنا سؤال من أحد الأشعري، نشوف السؤال في الفيديو اللي جاي. من الآن؟ أقرب إلى الحلول الذي يقول الله سبحانه وتعالى في السماء على ظاهرها، أم الذي ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالى أن يحوي الله تعالى المكان؟ من أقرب إلى الحلول يا شيخ مصطفى؟ الذي يقول الله في السماء حقيقة؟ من هو
فإذا كان هو يعتقد ذلك شاع في كلام السابقين عن الحنابلة عن مجسمة الحنابلة أنهم حلوليون. هذا كلام قديم جدا جدا. السؤال موجه للأشاعرة والوهابية، والشيخ بيسأل من الأقرب إلى الحلول اللي يقول إن الله في السماء على ظاهرها حقيقة، ودول هم غلاة الحنابلة الوهابية اللي نجسوا المذهب الحنبلي ونجاستهم غيرت ماء البحر زي ما قال شيخ الأزهر في فيديو سمعناه قبل كده، ولا اللي بينفي أن يحوي الله المكان ودول الأشاعرة؟ من الأقرب إلى الحلول؟ ونشوف الشيخ وهو بيجاوب على نفسه في السؤال في الفيديو اللي جاي. ولكن أقول هذا الشائع في كلام السابقين أن الحنابلة فيهم حلوليون لهذه القضية، لاعتقادهم أن الله تعالى يحل في السماء أو أنه في السماء موجود حقيقة. هذه قضية زي ما شفنا الدكتور عبد القادر الحسين بيقول الحنابلة فيهم حلوليون، مش كلهم حلوليون، ويقصد الوهابية لاعتقادهم أن الله تعالى يحل في السماء أو أنه في السماء موجود حقيقة. كان وما زال الخلاف موجود، هل يصح أننا نسأل أين الله؟ وأن حضراتكم كلام غلاة الحنابلة الوهابية أنهم بيقولوا يصح أننا نسأل أين الله، واللي يقول غير كده يبقى ضال مكذب للرسول وبيقول بالحلول. ونعيد مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ صالح الفوزان ونشوف هيقول إيه. الله جل وعلا قال أأمنتم من في السماء، يعني نفسه، فالله في السماء سبحانه في العلو فوق سماواته مستو على عرشه. أين يكون مختلط بالعالم؟ هذا كفر. ليرى أن الله حال في العالم ومختلط بالعالم هذا كافر والعياذ بالله، لأنه لم ينزه الله عن الاختلاط بالناس، ولم ينزه الله عن المواضع القذرة والكنف والحمامات. يقول الله في كل مكان، نسأل الله العافية. نعم. الشيخ الفوزان قال إن الآية اللي بتقول أأمنتم من في السماء دليل على إن الله في السماء فوق سماواته مستوى العرش، واللي بيقول الله في كل مكان ده كافر، لأن كده معناه إن الله مختلط بالعالم، لأنه لا ينزه الله عن الاختلاط بالناس ولا عن المواضع القذرة. ونقلنا ردود الأشاعرة عليهم وإنهم بيقولوا لا يصح أصلا إننا نسأل أين الله، واللي يقول غير كده ده يكون مجسم كافر حلولي. ونعيد مع بعض الفيديو اللي جاي ونشوف الشيخ الأشعري هيقول إيه. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو المجسم الذي يثبت لله المكان؟ مجسم. وشفنا الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف قال الإمام الشافعي قال المجسم كافر، يعني المجسم ما عرف ربه. من هو المجسم الذي يثبت لله المكان؟ مجسم. ونلاحظ ان كل واحد بيكفر التاني ومش بيشوفه اصلا مسلم. ودلوقتي انا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا الشيخ الفوزان بيقول ان الله في القرآن قال عن نفسه أأمنتم من في السماء، يعني يقول عن نفسه بنفسه انه في السماء. وبيسأل الشيخ الفوزان لو الله ما كانش في السماء هيكون فين؟ هيكون مختلط بالعالم، لان اللي بينكر ان الله في السماء ما فيش حل تاني غير ان الله حل بالعالم، يعني حلولي، يؤمن بحلول الله في خلقه، وهذا كفر لانه لا ينزه الله عن الاختلاط بالناس ولم ينزه الله عن المواضع القذرة ومدورات المياه. وشفنا الدكتور عبد القادر الحسين بيقول الحنابلة فيهم حلوليون، مش كلهم حلوليون، ويقصد الوهابية لاعتقادهم ان الله تعالى بيحل في السماء أو إنه في السماء موجود حقيقة، وقال اللي يقول كده يبقى مجسم والمجسم كافر، وهو اللي يثبت المكان لله، يعني كل واحد كفر التاني. اللي يثبت المكان لله يبقى كافر ومجسم، واللي يقول الله في كل مكان برضه يبقى كافر وحلولي. كل من الفرقتين بتكفر الأخرى. وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل معركة أين الله. إلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.